السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تاني لقاء لينا، المحاضرة التانية لمنهج نظم المعلومات المحاسبية المتقدمة. هنتناول في المحاضرة دي معايير تقييم استخدام الحاسب الإلكتروني في نظم المعلومات. احنا هنا هنتعلم ازاي انا اعمل تقرير فيه بالأرقام الوفر اللي ممكن يحققه استخدام الحاسب الإلكتروني أو الكمبيوتر في نظم المعلومات مقابل التكاليف اللي هتتكبدها الشركة في شراء الكمبيوتر والبرامج الخاصة بيه وخدمات الصيانة والتطوير، علشان أساعد متخذ القرار إنه يوصل للقرار السليم، هل ياخد قرار بإدخال أو عدم إدخال الكمبيوتر في نظم المعلومات. فبداية احنا هنحتاج ان احنا نحسب الاول الوفر الاقتصادي اللي ممكن يحققه لي الكمبيوتر. الوفر الاقتصادي ده ممكن يتحقق في كذا جانب. بداية هيبقى عندي وفر اقتصادي في الاجور والمرتبات، مما لا شك فيه ان النظام الخاص بالمعلومات قبل الكمبيوتر او قبل الحاسب الآلي كان بيحتاج مجموعة من الافراد كتير، عدد عاملين كتير علشان يقوموا بمهام نظام المعلومات. فلو تخيلنا مثلا النظام المحاسبي، انا محتاج مجموعة افراد يعملوا اليومية، وبعدين تاني ناس تاخد القيود دي ترحلها لدفتر الاستاذ وترصد، وناس تاخد الارصدة دي وتحطها في القوائم عشان اطلع تقرير يوضح المركز المالي للشركة او القدرة الكسبية بتاعتها او التغيرات في حقوق الملكية ايا كانت. النهاردة استخدام الكمبيوتر هيساعدني ان انا استخدم عدد افراد اقل، بس لازم اخد بالي من حاجة، ان مع عدد الافراد الاقل الاجور هتبقى اعلى، لان الافراد اللي انا هستخدمها افراد ذوي مهارات خاصة عندهم قدرات تساعدهم ان هم يستخدموا الكمبيوتر ويستفيدوا من الامكانيات بتاعته. فالنهاردة عشان احسب الوفر اللي ممكن احققه في الاجور، بحسب بداية الوفر المحقق في الأجور. ده بيكون من خلال إني أعرف الفرق ما بين عدد العاملين بمرتباتهم قبل النظام وعدد العاملين بمرتباتهم بعد النظام. الوفر أنا بحسبه. الوفر الثاني هو الوفر المنتظر في الأجور. شركتي كانت متعودة إني سنة بعد سنة بتعين عاملين، لأن مجال العمل بيتسع ومتطلباته بتزيد. فالنهاردة إدخال الكمبيوتر هل هيعمل لي وفر؟ أحسبها إزاي؟ فبتتحسب في نسبة الزيادة المتوقعة في أعداد العاملين اللي الشركة دايما بتخطط ليها، بضربها في عدد العاملين قبل النظام في متوسط الأجر قبل النظام. ده تاني وفر. بعد كده بحسب إجمالي الوفر الاقتصادي المحقق في الأجور من خلال إن أنا بجمع الوفرين اللي انا عملتهم في الخطوتين السابقتين، الخطوة الاولى والخطوة الثانية. معنى كده ان الخطوة الثالثة هي اجمالي الوفر المحقق من الوفر في الاجور والوفر المنتظر في الاجور، سواء الوفر المحقق والوفر المنتظر. شفنا تمرين نطبق عليه الكلام ده. فبفرض ان في احد الشركات كان عدد العاملين قبل النظام 200، بعد إدخال الكمبيوتر هيبقى 120. المرتب قبل النظام 500، لكن بعد إدخال نظام الحاسبات أو الكمبيوتر 800. واضح إن المرتب زي ما اتفقنا ارتفع. طالب من حضرتك إنك تحسب له الوفر الاقتصادي المحقق في الأجور والمنتظر، علما بأن الزيادة المخططة في عدد العاملين الشركة بتخطط إنها تزود 10% عام بعد الآخر، وبتحسب له الوفر الكلي في الأجور المحقق والمنتظر. بتطبيق المعادلات اللي احنا تناولناها سابقا، هنبتدي نستخدم البيانات المتاحة عندي واحسب الوفر. اول وفر اللي هو الوفر المحقق في الأجور، عدد العاملين قبل في مرتب قبل 200 في 500، اطرح منه عدد العاملين بعد في مرتب بعد، اكتشفت اني عندي وفر 4000 جنيه، ده المحقق. طب المنتظر، النسبة اللي أنا بخطط إني أنا أزودها لعدد العاملين وهو قال لي إنها 10%، فعدد العاملين قبل 200 في مرتباتهم قبل 500
طلع 10,000، معنى كده ان اجمالي الوفر بتاعي 14,000. الرقم ده بيبين ان ادخال الكمبيوتر هيحقق لك وفر في بند من بنود التكاليف المهم جدا، وبند الاجور 14,000 جنيه. لكن لحد دلوقتي انا ما اقدرش اطلب من المدير انه ياخد قرار، لسه اقدر اديله معلومات ازيد تساعده انه ياخد القرار السليم. النهارده مثلا اقدر احسبها في احد البنوك بالتفصيل، النظام بتاع المعلومات في البنك عنده مجموعه من المحاسبين والمراجعين والعماله المساعده، اداك بالتفصيل عدد العاملين قبل ومتوسط اجورهم قبل ادخال نظام الحاسبات، واداك نفس المعلومات بعد النظام، وبيطلب من حضرتك انك تحسب له الوفر المحقق، ومن فضلك المنتظر كمان علما بأن الزيادات المتوقعة في الظروف العادية هتبقى 10% لعدد العاملين، ومن فضلك احسب له كمان الوفر الكلي. بعمل نفس اللي أنا عملته في المثال الأولاني بس 3 مرات، مرة بحسبها للمحاسبين، ومرة للمراجعين، ومرة للعمالة المساعدة، وبجمع عشان يبقى الإجمالي. فالنهاردة الوفر المحقق للمحاسبين ادي عدد عمال قبل في أجر قبل، ناقص عدد عمال بعد في أجور بعد. اللي عملته مع المحاسبين هعمله مع المراجعين والعمالة المساعدة. احسب وفر كل فئة، التوتال بتاعي أو الإجمالي بتاعي الوفر لكل الفئات مع بعضها 77,000، ده المحقق. المنظر ان انا بتوقع اني انا كنت هزود من غير الحاسبات عدد العمال اللي عندي 10%، فعدد العمال في اجورهم قبل النظام، لان الزياده دي كانت هتبقى قبل النظام وقبل ادخال الحاسبات، بحسبها برضو على المحاسبين والمراجعين والعمال المساعدين، طلع 15,800. معنى كده ان اجمالي الوفر بتاعي المحقق زائد المنتظر بيديني 92,800 جنيه. برضو ده ما يساعدنيش لوحده اخد القرار، لا لا لا، انا عايز اشوف الصورة كلها، تكاليف وعوائد. ما انا ممكن يبقى عندي وفر 92,800 لكن ادخال النظام نفسه هيخليني اتكبد تكاليف ب 100,000، فطبعا لا، ما يستاهلش اتحمل 100,000، يخرج من عندي 100,000 عشان يخش لي 92,800، ما اعتقدش. نشوف كاملة. تاني نوع من انواع الوفر هيحقق لك الحاسبات وفر في النظام المحاسبي. ايه النظام المحاسبي؟ العناصر بتاعته. زمان كنت بستخدم نظام يدوي، فعندي دفاتر وعندي مستندات وعندي سجلات وعندي حاجات كتير جدا ورقية. النهاردة الكمبيوتر هيغنيني عن الكلام ده، بس هتبقى عنده الامكانيات بتاعته، الشرائط الممغنطة، الاسطوانات، الفلاشات، البرامج، الحاجات اللي زي دي. طب تعالى نقارن ما بين قبل النظام وبعد النظام ونشوف هيحقق لي وفر ولا لا. قال لك خد بالك، الوفر ده بحسب بداية وفر ناشئ عن تخفيض عدد الوحدات اللي انا بستخدمها، العدد. معنى كده ان انا هاخد عدد العناصر اللي بستخدمها قبل النظام، اطرح منها عدد العناصر المستخدمة بعد النظام، في تكلفة إعداد المستند ده أو العنصر ده قبل النظام، لأن ده الوفر اللي أنا هحققه لو النظام جالي. يعني هاخد العناصر قبل ناقص العناصر بعد في التكلفة قبل. طيب المعيار الثاني، وفر في عناصر النظام بقى نفسها، مش في عددها، لا ده في العنصر نفسه، فبتجيب تكلفة العنصر نفسها قبل ناقص تكلفة العنصر بعد في عدد العناصر بس بعد النظام. لما بتجمع الوفر من الخطوة الأولى على الوفر من الخطوة الثانية بيدي لك الوفر الاقتصادي لكل العناصر النظام. تعال نطبق ده على تمرين عملي. بيقول لك في إحدى الشركات كان عندها مخطط إنها تدخل الحاسب الآلي ضمن نظام المعلومات اللي عندها، واتاحت لك المعلومات الموجودة دي وطلبت منك انك تساعدها انها تاخد القرار من خلال انك تساعدها تحسب الوفر الاقتصادي الناشئ من تخفيض عدد وحدات عناصر النظام المحاسبي، والوفر من
الناتج من التكلفة والوفر الكلي سواء لعدد الوحدات أو تكلفتها. واديتك العناصر بالتفصيل، مستندات ودفاتر وتقارير، اديتك عددها وتكلفتها قبل النظام وبعد النظام. نبتدي نحسب لكل بند من البنود دي الوفر الأول في عددها، فهاخد العدد قبل النظام ناقص العدد بعد النظام في التكلفة قبل النظام، وارجع تاني احسب الوفر في التكلفة، ان انا بقارن ما بين التكلفة قبل ناقص بعد في عدد العناصر بس بعد النظام. واحدة واحدة، ده الوفر الناتج من العدد، عدد قبل ناقص عدد بعد في تكلفة قبل. بالنسبة للمجموعة المستندية كان قبل النظام 80,000، بعد النظام هيبقى 3,000 مستند بس. التكلفة قبل النظام كل 100 مستند بيكلفني 10 جنيه، فمعنى كده ان المستند الواحد 10 على 100. ابتديت اضرب، طلع 7,700 جنيه. نفس الطريقة الدفاتر قبل النظام كان عندي 1000 دفتر، بعد النظام هيبقوا 200 دفتر بس. تكلفة الدفتر الواحد قبل النظام 4 جنيه، فالوفر طالع 3,200. تقاريري قبل النظام كانت 15,000 تقرير، بعد النظام هيبقوا 2,000 تقرير بس. التكلفة قبل النظام كل 100 تقرير بيكلفوني 10 جنيه، معنى كده ان التقرير الواحد هيكلفني 10 جنيه على 100، الوفر طلع 1,300. اجمالي الوفر لعدد العناصر بس بتاعت النظام قبل وبعد طلع 13,200. ده أول وفر. طب الوفر التاني تكلفة، أعمله برضو للمستندات والدفاتر والتقارير. أيوة، تكلفة قبل ناقص تكلفة بعد في عدد العناصر بعد النظام. قبل النظام كانت المستندات بتكلفني كل 100 مستند 10 جنيه، بعد النظام كل 100 مستند 3 جنيه، في عدد المستندات بعد النظام 3,000 مستند، طلع الوفر 210. بالنسبة للتقارير، قبل النظام كل 100 تقرير كانوا بدفع عليهم 10 جنيه، بعد النظام كل 100 تقرير هيكلفني 4 جنيه. معنى كده اني ادي اهو قبل وادي بعد، في عدد التقارير بعد النظام طلع الوفر 120. اجي اجمع، اجي اجمالي الوفر بتاعي كله في العدد والتكلفة 12,930. جميل. طب حضرتك النهاردة علمتيني احسب الوفرات، العوائد اللي جايالي من ادخال الكمبيوتر، لكن انا عشان اشتري كمبيوتر ما انا هدفع تكلفة، هشتري في فلوس هتخرج مني، فانا محتاج النهاردة احسب او اقيس صافي العائد الاقتصادي السنوي للتشغيل. اجيبه منين؟ صافي العائد ده عبارة عن كل الوفرات اللي انت حققتها في الاجور وعناصر النظام، بتطرح منها كل قرش خرج من جيبك علشان الكمبيوتر او الحاسب الالي يبقى في شركتك شغال بيطلع تقارير ومعلومات، حتى التكاليف بتاع تدريب العاملين اللي عندك، تجارب بدء التشغيل، عملت امكانيات او بنيت مكان معين، اوضه معينه للكمبيوتر، مكان اللاب، المعمل بتاع الكمبيوتر، كل قرش خرج من جيبي لازم اطرحه من الوفرات اللي اتحققت. لو الصافي ده طلع موجب خلاص ده هيحقق معنى كده عائد اكتر من تكاليفه، لو طلع سالب لا تكاليفه اعلى. هنا القرار هو اللي يتخذه المدير بتاعك مش انت، انت بتوفر معلومة بس. تعال ناخد مثال، بيقولك ان الشركة عندي قررت انها تستخدم نظام الكمبيوتر او الحاسب الالي في تشغيل البيانات، محتاجة 40 آلة، قيمة الاستثمارات بتاعتها 100,000 جنيه، معدل الإهلاك بتاعها 10% سنوي، مصاريف الصيانة 50 جنيه لكل آلة، نفقات التشغيل
السنوية انت محتاج 2000 جنيه مواد تشغيل، 1500 كشوف ورقية، 900 أشرطة ورقية ممغنطة، 1600 كهرباء محتاجها عشان تشغل الأجهزة دي. كمان تشغيل الأجهزة محتاجة 10 أفراد متخصصين ليهم مهارات خاصة وفنيين ومساعدين. متوسط الأجر لكل واحد فيهم 1500 جنيه. من فضلك احسب لي الصافي، علما بأن الوفر الاقتصادي الكلي في الأجور 25 ألف، والوفر الاقتصادي في عناصر النظام المحاسبي 16 ألف. ايه ده؟ ده داني الوفر جاهز اللي انا كنت بحسبه في الخطوات اللي فاتت، لا النهارده اداهولك جاهز علشان تحسب لي الصافي على طول. اذا بداية كل التكاليف اللي فاتت محتاج ان انا اجمعها علشان اعرف التكاليف بتاعت او نفقات التشغيل اللي هتخرج من جيبي قد ايه. بص معايا كده، مجموع نفقات تشغيلك محتاج عمال 10، ف1500 ادي اجورك، مع مستلزمات تشغيل 2000 كشوف ورقية، 1500 اشرطة ممغنطة، 900 استهلاك كهرباء، 1600 اهلاك الات، 10000. لا لا ثانية واحدة، جبتها منين ال 10000 دي؟ مش عندك الالات بتاعتك ب100000 اهلاكها 10% سنويا؟ يبقى 100000 في 10% طلع 10000. مصاريف صيانة دورية 40 جهاز، الجهاز الواحد بيكلفك 50 جنيه، يبقى التكاليف بتاعت الصيانة 2000. توتال النفقات 33 ألف. كان عندك وفر في الأجور ووفر في العناصر اللي بتاعة النظام المحاسبي 25 ألف و16 ألف على التوالي، لما اجمعها واطرح منها النفقات طلعت 8000 جنيه. رقم موجب، معنى كده ان ادخال النظام هيحقق لي عائد موجب، العائد بتاعه اعلى من النفقات اللي انا هتكبدها. في معيار تاني ممكن استخدمه اسمه معيار فترة الاسترداد او التغطية. بيهدف المعيار ده ان يحسب لك الفترة اللي انت هتسترد فيها نفقاتك. انا النهاردة محتاج ان انا اشتري كمبيوتر هيكلفني 100 ألف جنيه، طب العائد اللي هيجي من الكمبيوتر ده هيرجع لي 100 ألف جنيه بعد قد ايه؟ سنة، 2، 3؟ طبعا كل ما كان استثمارك يرجع لك الفلوس اللي انت تكبدتها او دفعتها اسرع، كل ما كان هو الاستثمار الافضل. بجيب فترة استرداد ازاي؟ تكاليفي او النفقات الرأسمالية علشان النظام ده يبقى عندي وشغال، على العائد السنوي ناقص النفقات السنوية، اسمه صافي العائد السنوي. خد بالك ان الاختصارات بتاعتها هي عبارة عن صافي العائد السنوي، وبنحسبه بالوفر اللي هو وفر الأجور مع وفر العناصر ناقص التكاليف بتاعة التشغيل. فلو فرضنا ان النفقات الاستثمارية عشان ادخل الكمبيوتر عندي عبارة عن 200 ألف جنيه، بينما صافي العائد السنوي اللي هي بعد النفقات بقى والحاجات دي كلها 16 ألف. لما هاجي اقسم ال 200 ألف على 16 ألف، فلوسي هترجع لي بعد سنة وربع. ده بيعني ان المشروع هيقدر يسترد نفقاته بعد ادخال النظام بسنة وربع. طبعا ده مؤشر جيد يديك فرصة انك تاخد قرار تدخل النظام وتستفيد من خدماته. هيرجع لي الفلوس اللي انا تكبدتها امتى، والنفقات اللي انا صرفتها امتى. في معيار تاني اسمه معيار قياس الكفاية الاقتصادية للتشغيل. المعيار ده بيقيس لي النسبة المئوية للكفاية الاقتصادية للتشغيل، يعني انا لما بشغل الجهاز ده او الكمبيوتر ده هيحقق لي نسبة قد ايه كفاية. عبارة عن صافي العائد الاقتصادي السنوي للتشغيل اللي انا حسبته قبل كده اللي هي الوفرات ناقص النفقات على النفقات الرأسمالية، ده بيبقى اسمه مقلوب فترة الاسترداد. لو عندي النفقات الرأسمالية للمعدات 10 آلات تكلفتها 20 ألف، كان عندي جمارك ب20 ألف، ونقل ب10 آلاف، تأمين بحري ب10 آلاف، أجور فنيين 15 ألف، مصروفات تركيب 5 آلاف، وتجهيزات ومباني ب20 ألف. دي كل البيانات المتاحة عن إدخال نظام الحاسبات الإلكترونية. الوحدة استغنت عن آلات مستعملة ب100 ألف جنيه، إهلاكها كان 30 ألف، بعتها ب60 ألف. استعانت الوحدة بآلات قيمتها 50 ألف جنيه، مخصص إهلاكها كان 15 ألف،
تشغيل الآلات بالنظام الجديد المفترض أني هيخليني أتحمل تكاليف ب5000 جنيه. عايزك تحسب فترة الاسترداد والتغطية علما بأن العائد السنوي للتشغيل 30,000، وتحسب معيار قياس الكفاية للتشغيل السنوي. بداية لازم أشوف تمن الشراء. أنا اشتريت 10 آلات، الآلة الواحدة ب20,000، يبقى 200,000. أحط عليها كل قرش خرج من جيبي لحد ما الآلات دي وصلت عندي، فبحط الجمارك والنقل والتأمين وأجور الفنيين والتركيب والتجهيز، ولو في تدريب للعمال كنت حطيته. كل الكلام ده كلفني 280,000 جنيه. تكلفة الآلات اللي تم تخريدها القيمة الحقيقية بتاعتها كانت 100,000، أنا استهلكتها ب30,000، فالصافي بتاعها 70,000. النهاردة أنا بعتها ب60، يبقى في خسائر عندي ب10,000. دي برضو خسائر لازم أحطها في اعتباري، لأن أنا هتحمل. هبتدي أحدد تكلفة الآلة اللي تم تحويلها، كانت عندي موجودة من الأول وابتديت أدخل عليها تعديل. التكلفة الأصلية بتاعتها 50,000، بس أنا عندي إهلاك ليها ب15,000، معنى كده إن صافي القيمة بتاعتها 35,000. عشان أعدلها تبقى صالحة للنظام الجديد اللي هيبقى موجود لما الحاسب يدخل، كلفتني 5,000 جنيه. معنى كده إن القيمة الدفترية بتاعتها دلوقتي 35,000 زائد 5,000 هتبقى 40,000 جنيه. معنى كده إن تكلفة إدخال وإعداد النظام علشان يستقبل الكمبيوتر أو الحاسب بتاعي هو عبارة عن تكلفة الآلات الحديثة زائد خسارة الآلة اللي أنا حولتها زائد تكلفة الآلات بعد تحويلها ناقص المتحصل من بيع الآلات اللي أنا استغنيت عنها. يعني كل فلوس خرجت أو دخلت جيبي خرج 280,000 لحد ما الحاسب وصل شركتي، زائد 10,000 جنيه الخسارة بتاعة الآلات القديمة اللي أنا بعتها، زائد 40,000 جنيه تكلفة الآلة اللي أنا عدلتها وحولتها بقت موجودة عندي وقيمتها 40,000، ناقص 60,000 جنيه المحصل من بيع الآلات اللي أنا استغنيت عنها. بعد كده إن صافي التكلفة علشان أجيب الحاسب عندي 270,000. أنت قلت لي صافي العائد كان كام؟ 30,000. هتكلف 270,000 جنيه علشان يجيلي عائد سنوي 30,000. هسترد ال 270,000 دي بعد قد إيه؟ بعد 9 سنوات. لو عندي بديل تاني ممكن يخليني استرد التكلفة دي بعد 12 سنة، لا يبقى البديل ابو 9 ده افضل. لو عندي بديل يخليني استرد التكلفة بعد 7 سنين، لا يبقى البديل اللي ليه 7 سنين افضل، وهكذا. اذا فترة الاسترداد بتبقى البديل الافضل صاحب فترة الاسترداد الاقل. تعال نتكلم عن الكفاية من التشغيل. النظام ده هيعمل لي كفاية قد ايه؟ 11%. جبتها منين؟ قلبت مقلوب فترة الاسترداد في 100، 30,000 صافي العائد السنوي على 270,000 إجمالي العوائد أو التكاليف أو النفقات اللي أنا هتحملها أو أتكبدها عشان الحاسب يبقى عندي، طلعت الكفاية بتاعتي 11,000. أقارن برضو بين البدائل واختار البديل ذو نسبة الكفاية التشغيلية الأعلى.